أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته بمناسبة صب الخرسانة للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تلك اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة الأمة وشاهدة على إرادة الشعب المصري العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الحضور الكريم. أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديقي العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات بدء تنفيذ الصب الخرسانة الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه أيضا بالشكر للضيوف الكرام السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. السيدات والسادة، أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت المقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، آملا دوام التوفيق
في مراحل المشروع المقبلة. مرة أخرى وقبل أن أختتم كلمتي، أتوجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ. لولا دعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن، أتصور أن هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع. شكرا فخامة الرئيس بوتين مرة أخرى، أشكركم وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.